السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الإخوان الذكر، لاباس عليكم، بحال لاباس. جينا لكم إن شاء الله بقوة، إن شاء الله بزاف المنتوجات بإذن الله عز وجل اللي غتكون أقل ثمنا وجد دفعا إن شاء الله تعالى. باش ندخلو في الموضوع، نحاولوا أننا ما نطولش عليكم بزاف فيديوهات، لأن الفيديو السابق طويل بزاف، بزاف ديال الناس قالت الفيديوهات كتطول. هذاك الفيديو السابق ما فهمتش، كنت نسجلو غير واحد الصديق ديالي ملي عجبني قلت لي بارطاجي معاكم. المهم دابا ندخلو في الموضوع. الحمد لله اليوم جبت لكم واحد المنتوج بفضل الله عز وجل، ثم هو كيكون فعال إن شاء الله من ناحية هو فيه أربعة الفيتامينات اللي مهمة للطيور بزاف بزاف بزاف. خليكم معايا وركزوا مزيان أش غنقول، وحتى طريقة الإستعمال والثمن. أول حاجة الإخوان، وآخر حاجة، أي منتوج كنقدمو لكم راه ماشي شي واحد يقول لي هكا دير إشهار ولا كذا، راه كنكون كنستعملو أنا. ملي كيبان لي النتيجة أولا كنكون عندي ثقة في شي مولوع أولا مالع اللي خدمو به وعندهم فراخ، يعني ما يمكنش يغامرو بفراخهم، رانا كنحاول نبارطاجي معكم المعلومة. نتمنى من الله الميساج ديالي يوصل لكم يعني أوتوماتيك، ما أنا كنهضر هكا اللهم يسر. المهم بخصوص الموضوع، الفيتامين هو هذا، فيتامين ا دي 3 اف سي، يعني فيه كاسات لي 4 لي فيتامين. نحاول نذكر لكم كل فيتامين بوحدو ولا يعني بخلاصه شديده، وان شاء الله تعالى باقي لكم يعني بحثوا من وراي ان شاء الله تعالى. عندنا فيتامين ا، فيتامين ا الميزه اللي فيه انه يعني نمو الاطفال بشكل جميل، يعني نقولوا حنا الصغار يعني غي يكون النمو ديالهم بطريقه زوينه، يعني هذا فيتامين ا كيساهم في نمو الاطفال خصوصا في الشنابر وداكشي اللي كنقولوا حنا. زائد انه يقوي المناعه عند الطائر، عنده تقويه ديال المناعه عند الطائر لبعض الامراض، يعني بعض الفيروسات وهذا كيكون كيقوي المناعه. ثالث حاجه انه مكمل غذائي، هادو بالنسبه للطيور، يعني الحوايج اللي مزيانه للطيور، يعني هذا فيتامين ا هو بنسبه عاليه كاينه، هذا الفيتامين هو الاول تقريبا النسبه ديالو عاليه، لان هذا البرودوي هذا بزاف الناس غيقول لا ديال الدجاج والبقر، انا غنعطيكم لا دوز ديال الفراخ اللي خدامه لكم اللي ما غتاديش الفراخ ان شاء الله تعالى. ندوزو لفيتامين دي 3 اللي هو مهم خصوصا في هذه الاوقات، مهم انه يثبت الكالسيوم في الجسم، يعني كيحاول انه كيثبت لك، كيخلي الجسم، كيساعد الجسم انه يثبت الكالسيوم في العظام اولا في الريش عند الطيور. يعني عاوتاني مزيان التقويه ديال العظام كيف ما قلنا حنا والجسم او الريش، وتا هو مزيان الجهاز المناعي، يعني يكون المناعه عند الطائر وبعض الفيروسات ماشي كلشي ان شاء الله تعالى. ندوزو لفيتامين او اللي عليه قبل درت هذا الفيديو، يعني بزاف الناس كيسولوني تيقولي غاز ديال العام الفراخ عندي بغاوش يخدمو بغاوش يخدمو، هذا الحمد لله كان الاكل ديالو احسن من فيرتيفيك، هذا العام فيرتيفيك شويه ناقصه معجباتني، ربما تخدم واحد اخر بالنسبه ليا للامانه العلميه، هذا احسن منه ان شاء الله تعالى، لان واحد السيد انا كنعرفو كان الفراخ ديالو عاجزين على الخدمه، ولكن دارو هو دارو 500 متابعه نهار الاول الثاني الثالث الرابع الخامس بداو الفراخ كيتحسنوا، انا كنعطي 600 في السيمانه وطريقه الاستعمال غنقولها مع ذكر الثمن. فيتامين او كيف ما كنعرفو يحفز الطيور على التكاثر، كيرفع نسبه الخصوبه عند الطيور، يعني يعطيك البيض ملقح ان شاء الله تعالى. يعني هذا هو الدور ديالو اللي بغينا حنا من الطيور. بالنسبه بزاف الناس يقولوا تجي طبيعي احسن، اي منتوج طبيعي انت كتشوفو خدام لك وفيه نسبه الفيتامين او عاليه فهو خدام، طريقه الاستعمال كتبقى منك انت. انا بالنسبه لي حاجه اللي جربتها كنبارطاجيها معاكم. واخيرا فيتامين سي، يحتوي على فيتامين سي، فيتامين سي فهو عنده القدره على المناعه لبعض البكتيريات وبعض الفيروسات، وهو كيخلي الطيور انهم ما يديروش ما يتصابوش بالزكام او الانفلونزا او كذا، يعني كيساعد
والميزه الثالثه اللي فيه زوينه هي بعض الناس كيتجرحوا لهم الطيور وداكشي هي انك كتعطيهم فيتامين سي. المهم انا حاولت نعطيكم خلاصه في هذا الفيديو، باقي ما عرفتش انا شحال فيه من دقيقه حاليا باش نسجل معاكم، يعني هذا زوين ان شاء الله تعالى. بالنسبه للكميه ديالو هو 1 لتر، هنا كيجي الدور ديال 1 لتر ان 4 الناس يشاركوا فيه ياخذوا 4 كيتقام عليهم الخير. بالنسبه لنا حنا خديناه ب 200 درهم، قسمناه حنا 4 الناس، جاتنا 100 جاتنا 4 لواحد 250 مللتر لواحد. طريقة الاستعمال اللي دار الصديق ديالي اللي قلت لكم هو دار 5 مليم في اطر الماء مدة 5 ايام، انا نحاول نقول لكم قلوا. بالنسبة لي انا حاليا كنعطيه 3 ايام في السيمانة مفرقة، ولكن كندير 5 مليم في 2 اطر الماء بمعدل 2.5 مليم في اطر الماء، يعني مدة 3 ايام مفرقة في السيمانة. غيقولوا لي بزاف الاولي تولي عندها البيض وكذا وكذا، من الافضل انك ما تعطيش التزويجه مبيضه لانه غيزيد بالعيازه عند الطيور. الا بغيتي تعطيك فيتامين عطيه مره في السيمانه. الناس اللي اللي عندها مشكل في الظهر بغاو يخدموا عطيهم 3 ايام في السيمانه، ولكن اللي ما عندهمش مشكل وبغاو يستافدوا من هذا الفيتامين الجيتر واو سي يعطيهم في الاخر ديال السيمانه راه مزيان. تبقى لينا عاوتاني. بالنسبه للثمن ديالو قلنا 200 درهم، هذا داير 200 درهم عند البيطاري، انا ما كنبيعوش، كيبيعو بيطاري، مازال الا بغاو والو نجيبو يقسموه شي ربعة الناس مرحبا. بالنسبة لنا هذا كان تاكل واحد السيد من اكادير لاننا ما لقيناش هنا، ولكن كنظن انه دابا كاين عند البيطاري موجود. طريقة الاستعمال قلناها، الثمن ديالو 200 درهم، كنظن الفوائد اللي قلت راه فيه، الاستعمال نعاود نكرر زوينين جوج ونص مليم في اطر الماء. مدة 3 ايام بالنسبة للناس اللي مع اللي عندهم المشكل، إن شاء الله يكون بخير، إن شاء الله يكون مزيان. أنا دابا حاليا كنستعمل الطيور ديالي، وأنا كيفما كتشوفوا معايا راني في الغرفة، يعني ما خبيت عليكم حتى شي حاجة، اللهم يسر وساعتكم سعيدة، ما تنساوش بارطاجيو معنا هاد الفيديوهات، وأنا الفيديوهات السابقين راه كنحاول نشرهم في الصفحة ديالي اللي هي صفحة أبو أنس بالنسبة للناس ديال نجمة 6، أنا غير كنبارطاجي أي فيديو في القناة من بعد. على حساب المده يقدر شهر 20 يوم 15 يوم اللوحه في الصفحه، ولكن الفيديوهات الاولين ما بديتش كنلوحهم دابا في الصفحه كيف ما كتشوفوا معانا. ان شاء الله تعالى ثاني نطوروها ونزيدوا نخدموا على الصفحه ديال الفيسبوك والصفحه ديال الانستغرام ان شاء الله، وحتى الصفحه ديال اليوتيوب. بالنسبه للبشر نرضي كاع على الاطراف، كاين اللي يقول لك انا كنشارجي غير نجمه 6، طولت عليكم الهضره، ما كنسخرش بكم، كنعتبركم انكم ورا التليفون ماشي غتفرجوا فيديو، وسمحوا لي هذه طبيعتي كنهضر بطبيعتي. كاين الناس اللي كتصنع خاصها دير لكم فيديو ودير الاشاره، انا ما عنديش مع داك الشيء، كندخل في الموضوع ونزيد لكم والله الا بعد خطرات والله ما كنكون بريباري وكندير لكم فيديو. تحياتي، كان معكم ابو انس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.